يعني إن شاء الله ورم بضنين بين أخوة أردن هدي ربي حكومة موضوع الربا أي عموما وحن في الأيام يعني لقاها لي الكسب الحلال أما حوكسيقى حلاشة وحلقات المامي المركة إنه الربا كورنه في الشريعة إلهي سبحانه وتعالى حكم عدب كدتشيي ومسلمين تسكوها فخصانتهاي أصليا إن الربا دو حرانتهاي وقرآن كسوها أروري وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كسوها أروري وبعض العلماء إجماع صور نقلنا يعني إن لقوك لنسين آياتك مثلا كسوها أروري وحكم دين إلهي لي وأحل الله البيع وحرم الربا إلهي بيعة وحكى لك هذا الشضة هي التجارة وابنية الربا دا السواديدة يعني الربا دا هنا بيعة هين بها ربي تلمامية إلهي وحلى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وركوا إيمانك لك هلأي وبا إلهي لي ورى لك الدور صدا وكتغ ربا دوحي كهالي هدي آتين كوا مؤمنين هدا ديدان با إلهي لينا ربا دا يسكد ديسان دقال باني دين إعلامية وقادة با إلهي لي دقال الله إيا الرسول كي إيا إذن كيدين دحية سا وقادة معنى وحوي أنك ربا ينو إلهي الله دير رو فضل ربا دا قادو وعن أما بحي نكي ربا إلهي الرسول كي سينا نو دقال لك قلينونا ربا دا يسكتابا إلهي لي وحكالو إلهي تلمامي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس آخر مركة الله تقانا كو الربا دا عما اسمه سوى تقان با إلهي لي إلا إيو سيدي النوالا نوقب دا علي سنة يبي سوى تقان تخبط قفان استاقي كارين بالانس كلن سيهي إلهي وحلي يمحق الله الربا ويربي الصدقات إلهي هو بركة ريا وترتر ريا ربدا وحي الصدقاءنا ألا وهكا تشنية آيات بدان قرآن قصة أروري إلا علماء إذا هدان شنع قابض با قرآن قصة أروري ومدي حرب قاطها ومدي تخبط كايها وإلهي سبحانه وتعالى وكت المامين أنا مرنا بصير نبا أبنانين ومدي محققين وشيقين نويها ومدها داد استحلال ستكفروا يهي ومد خلود في النار يهي شنطة عقوبة ضوى آيات كسورة البقرة بيكو شرابي علماء التلمامان هدين السنة النبي قولني مادنا عليه الصلاة والسلام إينا حديثك صار أرتك واتي ربض أنت وحكم إذا حديثك بخاري مسلم بورين أيان إيه النبي قولي عليه الصلاة والسلام تضبض وحلاقك فقاد السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات تضبطه لو هلاك سمائه وحلاقه كدر كبونا بغيري وما حيب إلى إله رسولك سيه وتضبطه وحنا بغيري وقال لي شرك بالله إله الله شريك ياله سحر لا سمائه ضدك الله يو. قتل نفس دل نفل قويه حق در لغو قويه ريب الله عنه حلاق وميد الله لقه قوب دقاله جهاده لقع دبر چيديه لقع بحصده دمر كم محصنات كا دمر كدورسون يا أن حماه لغو أقاري أجين يا مؤمن كا أحمى لغو تهمه لغو عبايو قد في لغو سمايو أنت أسمى نبغو حكو شجعين يهين محي كوا لغو هلاك سمت الضبا كم ده وهكلو نبغو شجع عليه الصلاة والسلام هبين نذا كم ده أنت اللي دل ميجي حديث كبخاري سدو شجعيو أيام وحن صام رايبو يريد دول نن بيكو دحجره إيان نن بيها كبحسن وبي صعونا يون نن دحتاقية من ده كبحسن يهي وكا كبحسن كاكو دحجره مركو يسره بيها كصوب حبا كاكالده حبو خطورة يافكا كالده عيا وديبو وقعلين ايا مركاسان يريبو دوروها محيكاني داقا حلوغوتو ما إيه ماشا كبحي كارلا وآكل الربابو جبريلو وشوابي كاني واكي ربدا كوي عنو شري ويا حديث قالوا حو النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام إنه ملعون يهي لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جابر بن عبد الله عليه حديث صحيحة أن وحال نبي عليه الصلاة والسلام وحول لعن هذا
oo lacno korkiisa ka yeelay ayo ninka ribada cuna iyo ninka ka wakiilka ah iyo ninka qoraya iyo ka markhaatiga ka ah wuxuba ka cunay iyo ka aklu riba wa muukila ka cunay iyo ka cunsiinaya yacnii ribada nin baa lacagta qaadanayo dadka guraya waa aklu riba midna waa kan la guro oo siinayo waa muukilu waa kii ribada cunsiinayay kaatibka ka qoraya ee ka shaqaynaya meesha qoraya kuwa markhaatiga ka noqonaya hum sawaabu nabuu yidhi lacnada intaasi waa ku sibantay intaasiba lacnada waa ku sibantay waxaa kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo laga soo naqlinayaa xadiid la asixinayo hal dirham oo riba ahi hal faran oo riba ahi yacnii inuu la mid yahay ama ka adag yahay soddon iyo lix geeroo la zinaysto faran iyo zina la isdhinac dhigaya markaase waxaa la leeyahay zinada labada fudud waxaa dhib badan baa la leeyahay maxay faranka ribada baa la tilmaamaya xadiid kale nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu hadlay oo khudbadeeyey oo ribada iyo arrinkeeda ka warramay ayuu yidhi ina dirhama yusiibuhu rajulu min alriba halka dirhama nebi qof ka soo gaadha ribada acdamu cinda allahi fi lkhati'ati min sittin wa thalaathiina zaniya yazniha alrajulu ina arba alriba cirdu rajuli lmuslim lix iyo soddon jeeraad zinaysato ayay ka xuntay buu tilmaamaya ribooyinka kuwa u foosha xunlana waxaa ka mid ah walaalkaa cirdigiisa ad calaaliso idan axaadiistaas xadiid kalaa wuxuu sheegayaa oo saxiix ligayri culammadu ay ku tilmaamayaan alriba ithnaani wa sabcuuna baaba ribadu inay laba iyo toddobaatan albaab laba iyo toddobaatan baab inay tahay waxa ugu yar baa la yidhi mitlu itiyaani rajuli ummaha ninkoo hooyadii wax ka daya wa ina arba riba istitaalatu rajuli fii cirdi akhiihi axaadiistaa markaynu eegno waxay tilmaamayaan iyo aayaadkii qur-aan ee aynu nidhi shan shay oo ciqaabay ku sheegayaan iyo axaadiistan marka la isku daro waxay tilmaamayaan dunuubta ugu waaweyne la galay inay ka mid tahay kabaa'irta gaalnimada iyo dilka iyo kuwaasay la saftahay saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay maa dahara fii qowmin izina waariba ilaa axalluu bianfusihim cadaab allah duul daahira muuqata kama noqoto buu nebigu yidhi zinadi iyo ribadu wax aan la isku inkirin oo caadiya ma noqdaan ilaa iyo kuwaasi alle ciqaabtiisay mutaysteen alle ciqaabtiisa ayaa ku soo degaysa waxaanu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamanka saacadda horteed qiyaamaha hortii waxyaabaha caan bixi doona inay saddexdani ka mid tahay ribada iyo zinada iyo khamriga cabistiisu inay noqon doonaan maxay muntashir wax faafa inay noqon doonaan war dunuubta kuwa aan la dhaafin iska ilaaliya buu nebigu yidhi ee toobadda xooggan u baahan waxaa ka mid ah alghuluul guluulku waa xoolaha muslimiinta ka dhexeeyo la xado faman ghalla shay-an ataa bihi yowma alqiyaama ninkii wa xadaa maalinta qiyaama isagoo xambaarsan buu la imanaya wa aklu riba faman akala riba bucitha yowma alqiyaamati majnuunan yatakhabadu uma qara aladiina ya'kuluun alriba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabaduhu ashayطaanu min almas sidii kii shaydaan derderay ee waa shay ee miisaanku ka lumay sidiisoo kale usoo kacayaan baa la yidhi qof riba ma badsada baa nebigu yidhi ilaa iyo cidhibteeda dambe wax la-aan bay noqotaa dee maanta dhaqaalayaanada dunida waxay isku raacsiisan yihiin akbar mashkilaadka caalamka haysta inuu interestka yahay waxaanay isku rumaysan yihiin waagii hore muddo qaadan jirtay hadda qaabka loo wado more or less every 10 years mar inuu recession dhaqaalaha dunidu inuu geli doono 2000 maxay 8 buu galay haddana imiku galay waa recessionis dumistani waa interestiskan tirada badan le laysa saarayo soo duuduuboo nebigu wuxuu leeyahay ribadu inkastoo lay badato caaqibadeedu waa wax la-aan bay dhashaa yaraan ayay dhashaa buu nebigu tilmaamaya imaamu nawowi intaasi waa qur-aan iyo xadiidkaan idiin soo naqliyo kooban imaamu nawowina wuxuu leeyahay ajmaca almuslimuuna calaa taxriimi riba fi ljumla
وين اختلفوا في ضابده وتعاريفه مسلمين توسكوا وافقسنت الربا إن حارانت هاي هبا يسكو خلافان مسائل كقار كود كان من الربا مش الربا معها أما التعريف الربا دو ينتوي هاي ومسائل خلافية هو سوى كتيران أما عموم الربا دو إن ممنوع تهاي ولا سوى فقسي تسوى دين تسلامي ودي ما سماوي قهرم يكون بنانيت وما يا دين تيهود هاي ستنكو ما بنانيه إلهي باب القرآن كينو قور رموح لي وحيابي لقو عقابي محاكم دا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه بإلهين وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما ربا ذا يقادن ينبا إلهين إيضا الله قرر يا بي كتبتو دانسا سوق قرآن في سفر التثنية إصحاح صدحي الله باطنات ساسا وقو قران إيا وحيابي تأتاويليين وشيغي يهود واحد هذين إنك دحدين ناي ممنوعطي انت بدان يهود والربا اسم السيان مكالقاتان لكن بايد هذان ما عدك هلا أمميين تا كقر وحد كقر كرتو أمميين تا ما على المؤمنين من سبيل ويان لا علينا من سبيل كنيسة دو كريستان كهداكتو دميو كوبانانا مايا رجال الكنيسة يا مدح دود يا مجامع دود يا سوي منشرين وح سكوا فقصناين ربادو التحريم قاطع عينيته ممنوع عينيته حتى الآباء اليسوعيين عبارات بيسو شيغيان أي شيغيان إن المرابين يفقدون شرفهم فيه كو الربادة عنا شرف كو دوي وايان أهل أماءها إن لكنفا بيلي وبدأ دكريستنا كو الربادة عنا أكل أماءها إن لكنفا سادرادد ولم يكن تحريم الربا قاصرا على أرباب الديانتين هذا لبدأ الديمودة قرد حارانتين نمادو كومكو أبنين بل التاريخ ذا بيليين تاريخي هنا ذا مركز ديبو لغو النغضو دادكي حكمة ديا أركتدا وصاحبك حتى فلسفة دي هوري قيبة كميدا أرسطوية أفلاطونية فلسفة دي شهيركا سيدو أفلاطون مثلا كوكوريا كتاب كيسي القانون لا يحل لشخص أن يغرض بالربا بولي أفهم بنانا ما هبوا لي إن تتقربوا وحلوا ما هي مركا هدي فلاسفة دي قديم كهي تهي إيه هدي سد حديد دي موضع عركة كي يميت هاي انتو با حتى عربت جاهلية دي هوري نبي كوه الرئيسي عليه الصلاة والسلام ربو استعمال تشيرين لكن هدنا إينا يحنتي ويقرين إيين عهدي جي انت النبي قول نبي النقونين عليه الصلاة والسلام أوري لا تنشر مركو مري وكعبد الضاد قاضي كعبد وحكو طالع مال ضحى بريد دم ببو قاضي شري مكمل هسي ومال بيا مرام بلو سمي لا برد حدود ويا مركا الروبة بحوق جني مركا يدقان ماشى بيحوق عمري شري كعبد الروبة دمية مركا الروب كدمية أي قريش ترى عندي بردسنا لكن وحيد هذا شرط كعبد وين بردسنا إيه ورحول الربا لقح علي iyo xoolo dad laga dhaco dulmiya xoolayo way yiraahdeen kuwaayeen in Ilaahay Kacbadiisa marba ku dhisin yani way garanayeen inay xun tahay walidalik bay waxay ka ilaaliyeen Kacbada inay riba ku dhisaan sida awgeed bay lacagti kale xalaasha ay bidayeen ay gaadi wayday inay Kacbada iyo dhan wada dhisaan dabeytana waa kuwan ka tagay intan la yiraahdo Xijr Ismaaciil inta yar qolabta yiri wareegsan tahay intaas Kacbada ka mid tahay Kacbada ka mid tahay waxay ahayd daartu ahdigii Nabi Ibrahim markaa lagu qiimeeyay in xaggan hore la soo mariyo oo intaas oo dhameeyay gudaha gasho laakiin markii ay kharash waayeen ay dhahdeen daarta aan yareyno waa la yareeyay inta kalena calaamadiina uu markaa waa la calaamadiyay inta tan oo daartii in ka yar intii ay ahayd ahdigii Nabi Ibrahim ayaa la dhisay idan jahiliyada carbe iyagoo ribadoodu inta badan tan deynta ahayd qof baa deyn ama hanisa waqtigii markay gaadho iska bixin kari waayo miyad bixin baad laaday mise ribad ku daraysa ribad ku daraya haddu ila muddo kala siinaysa waa dhaqankoodii ay sidoo ahaa su'aashay isweydiinta la waxay tahay marka oo hadii falsafadii hore la yaqaanay diintii yahuudeed tii kristanka tii muslimka wixiiba hadday xaaraan ku tahay baashuna maanta aan dunida riba mooyaane wax kala ba ay adag tahay in la hayo xaqay wax iska weydaarteen diimihii xaqay laga soo dhaafay falsafada xaqay laga soo dhaafay xaqay wax ka soo baxeen goormay noqotay interest iyo ribadu wax dhaqaale dunida u fiican
يوروب كريستن كما دام حارانك هيد يهود دادتك كلاوة يسكود دي يرينيسيان يغانا لكن وضعي قودي اجتماعي ها موسى محينين مركا ويأت كايت قرنقي اللي حيه طبناد مركا يهيد ونوع ما رينيسي نسكي يوحانا الشيغة يان ففكة دنبه وسوى بلاب مياي اي يوروب اني ديما هكو يرمض حدا يكتصوى بلاوضا كون شام مغول يصد حيه ساقاشا كي مركا يهيد اي وحيدة هدين dad yawga jilicsan ee aan xoogsan karin ee iyagu shaqo gali karin hantidooda ribaha loogu badiyo biidnin min alqaadi maxkamaddu markay xukunto agoonta yar iyo dadka caynkan ee aan lacagtooda ku shaqaysan karin si aanay lacagtooda uga dhammaanin ribaha lagu bixiyo dad ha la yidhaahdo interest baa bixinaysaan laakiin ha ogolaado maxay qaadiga maxkamadda jooga waa markii koowaad ay soo baneeyaan inay ribo bixiyaan kadib nimankii madaxda ahaa iyo boqoradii iyo dadkii xoogga waaweynaa iyana way iska bilowdeen inay wax wax ribo ku qaataan oo matalan Louiskii afriyo tobnaad baan leeyahay 1692 deyn ribo wiya buu qaatay xataa baabihii sagaalaad 1860-gii boobka laftiisu waa qaatay bay idhaahdeen deyn riba ah laakiin waqooladii waaweynayduna weli bulshada iyo mujtamaca waa ka xaaraan goormuu haddaa qaanuun noqday thawra al-faransiya waa wada maqasheen soomaaha thawradii waddanka faransiiska dhacday boqortooyooyinkii baabiisay boqorkii u dambeeyey iyo wadaadkii kiniisadda xiidmihiisay ku bakhtiyeen midba inta xiidmihiisa la soo saaraa kii kale looga dhigay maxay boqorka u dambeeya bay idhahay waynan ku bakhtiinaa xidmaha wadaadka waayo wadaadada kristanka ee meesha joogay dowladda dulmigeeday taageersanaayeen dabeetana dadku markuu sawradda sameeyey wadaadkii iyo dowladdiiba waa la isku daray oo waa la laayo waa laga wada takhallusay siyaasi awgeed ayaa aljimciya alcumuumiya fi faransa ayaa 12 oktoobar 1797 قانون صوص هارتي له ربادو وبناتي وأول قانون يوروب كصوبحة والربا بنية مركز بالا صوص هاري أولوغو بنية ربادو دقالهان أحبا ما كورديسو باير دقالها ودوني ده هوس بيو دكتا ولذلك تصالة فضط بعد سينية مركز رسشن دول كو قلان دقالة بربرو يمادو dhaqaalo dhulku galo waxa koowaada dawladdu samaysay ma taqaanay interest ka hoos loo dhiga si dhaqaalo burburka looga soo dhakaco matalan markuu Mareykanku dhaqaalo burburay shirkadkii kaceen ee wixii kaceen interest ka 0.5 baa la gaarsiiyey chaban 0 baa la gaarsiiyey 0 interest dhaqaaleyahanadu waxay leeyihiin 0 interest markuu yahay ayaa dunida dhaqaaluhu ugu kacdo badan yahay oo dhaqaalaha dunidu samaynaya maxay horumar saa daraaddeed dowlku markay recessionku ku dhaco dhaqaale xumadu markay wadanada ku dhacdo ribada hoos loo dhiga waxay dhahdaan ribadu hadday zero tagtana waa dhaqaaluhu halku ugu fiican yahay hadda maxaa zero looga dhigi way wadanada horumareen dee ribada inta xoog gala qaadatay may ogola inta xoog gale shirkadka waaweyn iyo inta xoog galay bangiga inta dhaqaalaha haysata ayaa dee dadka dhiigmiirata waayo muraabigo waxay dhahdeen ninka ribada qaadanaya waa shaqo aan loo dhididin oo xoolo keenta bay dhahdeen alaslu lacagtu lacag ma dhasho alaslu fi liqtisaad lacagtu lacag ma dhasho lacagtu waa waxa lagu qiimeeyo juhdiga qofka bini aadamka bixiyey laakiin shaqa wax dhasha asalku wax weeyaan shaqa wax dhasha muraabigu wuxuu rabaa inuu fadhiisto oo lacag qaato wixii khasaare ana inuu dadku ku dhaco muraabigu ma khasaare isagu waayo isagu lacag buu ku amaahiyey lacagta lagu amaahiyey kuma xidhna mashruucaaga inaad ka faa'iiday inaad ka khasaartay ilaahumay kaa wada dunto isagu lacagtiisii buu leeyahay interestkii marka waxay dhahdaan asalkani waxa weeyaan ninka wax haystaa ma khasaaro waddanka wixii khasaare ka dhaca xoogsatadu ha qabto interestku caynka macniisu waddanka wixii khasaare ka dhaca xoogsatadii dadkan dhididaya
يجو هكو تشيران يا ما خسارة يا ما فائدة أما أنك هو حيستاه يا مرابي جاي سقوا العقد بحنا يا يسقوا وحويا forever interest كيسولي هذا هو ما خسارة أما ورشد هذا هك عدو أما شغلات قا بورته هبا بعض ما حد أنتهى النقطة يسقوا وحويا ولابد إنه فائدة يسقوا مصون مركا وحلقة إلى اليوم خسارة لا يلا وحين هذا ما دام aanu jirin dadka lacag ay guranayaan aanu jirinna dhaqaalaha wadankana burbur baa ku dhacay bay leeyahay waayo marku ribadu kor u kacdo waxa yaraada dadka shaqada sameynaya maalgelinta yaraata dabeetana ashiyada qiimahoodu kor u kacaan idan marka baabkan la eego oo dhan isku soo duub logicska waxba isku badin mayno waayo waqtiga aad u yar saanu sharaxno laakiin waxaan sheegaynaa ribadu dhaqaalaha faa'iido uma leeyahay marka la eego ilaa bulshada iyo isku xidhnaanteeda iyo akhlaaqiyadkeedana way dumisaa way dadka badbay ka dhigtaa anaaniyiin iyo al-athara wal-ananiya hunguri dheeraad oo iyagu xun qaadanaya miskiinkana dad culayska haysta la yiri waxba lagu deymiyay miskiinka dhigiisa la cabayay habeen iyo maalinba dhididaya ee wixii uu bixiyay imka dawladaha yaryari way afrika ayuu kici weyday والربادي رير قلبت سمي سيام بيوك عويد ويا أفريقيا وحلا تلمام ربوين كيلا سيي دمان تيد انت يبحيين ولا من لاب كيد بحيين ايا هدنا انت يلا سيي انك بدن ولي لقولي برادو غياس وحي العقا ما هدين ودان أفريقيا وي علي سيوي بحيسي بل العقا لو بدن ودان يراد اي بحيسي هدنا ولي وحا لقولي يا محي وحي اي بحي وحي اللي سيي كبدن بالقولي magacay u qurxsay waxay ilaahdeen dawladaha deeqda bixiya ma deeqba dunida cid siisa ma jirto deeq wadan la siiyo halka oran laha dawladaha dadka dhigmiirta ee ribada ka qaada ayaa la waraya dawladaha deeqda bixiya deeqi ma jirto waa riba waa inta hal bilyan la amaahiyo wadanka toban sanadood ku bixinaysa laatan sanad ku bixinaysa dan waxa laaliya wixii wadanku shaqeynayo dhan waa inuu dib u celiya siduu dib ugu celin karaya waxa la leeyahay bangiga imanaya si dakhligaagu bato cashuurta kordhi kan ka samee cashuuraha marka la kordhiyo cashuurta ayaa bixiya ma tujaarta bixisa maya koob shaaho kastoo aad cabto barbay dawladdu leedahay soo saama ogid waxa laga yaaba halkan inay istiraahdaan cashuur baa la bixiya soomaaliya ma cashuur baa la bixiya haa cashuur baa la bixiya waayo dawladdu markay cashuur qaado ninka taajirka bay marka wada qaadaysaa ninka taajirka markabka keenaya dabeetana waxa la leeyahay marka waa cinka hal milyan oo cashuura shu halka milyan taajirku iyuu xisaabinayaa marka waa kharash buu leeyahay dabeetana jawaankii sonkorta aba $3 baa ku kordhaya $3 ayaa laga qaadaya koobkaad cabtaba badh bay dawladdu cabtay taajirka iyo bangiguna badh bay cabeen sheerkaad iibsataba badh bay leeyihiin idan aakhirka qofka dhiiggiisa la cabaya waa qofka suuqa jooga waa miskiinkan wax iibsadee magaalada jooga weeyaan ninka tujaarta iyo dawladda iyo wuxuu dhamay ninkay dhiiggiisa cabaya waa miskiinka kan sida awgeed bulshada dhexdeeda way baabaysaa oo xidhiidhkii bulshadu ay lahayd oo dhan baa luma bulshada waxay u qaybisaa ribadu dabaqa aan weligeed khasaarin marka waxay dhahaan lacagtu iyagunbay ku biiraysaa bangiyada iyo insurance-ka kuwa lacagtu iyaga ku biirtaa qolada ribada qaadata lacagta wadankoo dhami marka iyaguna way sii karayaan bulshaduna way sii faqrinaysaa bulsho kastoo dunida joogta way sii faqrinaysaa waayo dawladdu khadamaadka matalan dawladda joogtaan khadamaadkii ay dadka ahayd in la siiyaabay bixin kari waayeysaa biyihii laydhkii khadamaadkii wadooyinkii kan waxa ka waa bixin kari dawladdu maxay samaysaa dawladda lacag bay amaahataa lacagta ayaa laga amaahdaa kuwan ribada laga amaahdaa dawladda waxa la yidhahdaa lacagta intaasaad ku bixinaysaa lacagtii xaggee laga keenaa adigaagan unbaa lagugu kordhinayaa adunba maraqaaga la cabaya markaa dawladda iyo tujaarta iyo kuwa bangiga maraqooda iyo dhididkooda waxay cabaan miskiinkan daalay ninkan uu shaqaynaya 8 subaxnimo inta la kiciya ilaa 4 galabnimo rooraya kaas baa dhiiggiisa la wada cabayaa dadkoo dhami sida awgeed bulshadu laba dabaqay noqotaa dabaqa ru'uus al-amwaala iyagu ma shaqeeyaan waayo shaqo uma baahna mana khasaaro lacagtiisana meel khasaaraysa ba geyn maayo bangigaasay taallaa bangiguna dadku amaamaahinayaa isagoo iska fadhiya ayay wixiisu u socdaa isagu markaa meelahaas unbuu fasax tegi meelahaasu isagu ku maqan yahay wax shaqaana ma hayo bunuugtu markaa waxay yidhahdaan waxay qabtaan waa taajiru lquruud
بنك هرمر يا بنك تجارة بنك بارها يا بنك وحاسو دم ومقعيه لغو بحي وحبا كبه جرا وحاقوله جرا وامحي واني منك كبع مشتريه دينته بنك واسدا حيرك ويا الله بنك وحويان انو دينته تاجر كدينته وياهي قانون قصتو بنك ويا الله وينتا دولتو قانون كيولك تينك وحويان وحكالين ويبيا اللهم وقال وحبا مقاله وحبا يساقو ايبيا محي دايمه ايبيا مركا يساقو دينته أيوك بائع مشتريا هذا ما في الشريعة الإسلامية دين تندور صارك عليه شيء يعني شرعي إسلامي يكيد ديمه هوري يكيد قال ينده هوري يكيد فلسفة هوري دمان تون ما منوع بكوي الربادو أيا كانت دمان تدوى ما منوع في الشريعة الإسلامية محرب الله إذا هذا ما كان تقنع هذا دين نسلق قررني الربادو شرعي السلام وحقه قبه شرعية دي ديمي هوري وحي كقبه فلسفة دي هوري وحي كقبته لغالي هنه ده ما انت دولي ده چوغا سيده واركان وهيلي ينزيرو الربا ومبا وقفي عن ودن كادي لربا نقالي سيرو هورو مرو ظلمي اجتماعي كو سماين ايان بلشدة وددنا للي يوسي ده دميراي وشقيني يعني ناس كفرده خسارو ده بيو كودا عيون انتان حوكسين اسا شقين اسا كاسي واينانو دينهان إيه دقالاهان مدنة بفائدة لهين ربو بحتي من مركا نوعيات كالربادة أما قيبها الربادة ولما دو انت بدن ربادة الله بيو قيبيان مد واحدة الربا البيوع ربادة باع مشتركة مدنا واحدة الربا القروض ربادة دين تقشة سيكا لها دين قوت المامنو مد واحدة الربا النسيئة ربادة النسيئة النسيئة هي التأجيل والتأخير ربادة ديبوديكستا هو محي و هانتين لغو ما هيو وقتنا لغو قبطو زيادة لغو سارعون زيادة لغو سارع 3% بات بحينيسا 4% 5% 6% واحد دون تهان نغطو والعقل لغو سينا ايو او محي زيادة كو بحينيسا زيادة داسي ومحي مقابل كيدو لان تجارة كما اتقاليني تجارة كما يسين تجارة ما هواقاني زيادة دان محا مقابل وقا حبا مقابل وقا زمن كالوسيي ربا النوع كلا وحلينا ربا الفضل ربا الفضل الفضل يعني ضد النقص والربا النيرات كربا النيرات كوحويا لبا الجنسي او اسكن نوعة شرعه ما اقلا اني كلابتان حق وزنك هي كيل ككيل لغو يبسينا يبا والربا التاني وحيدا دان ومن باب الذريعة با لو ممنوعي سد الذريعة سيان تكلا لغو قدبين مثلا دهب دهب هداد كوي بنسو وينو ميزان سلاك ويهي يدن بيد النوي هدنا لك لقاطه جابكو أماهما قالوا كيقوا 23 كاقونا 21 ماله وميزان كوم بالسارة دانا دو كوب قاطنا إنين حربا دو تهي سوغا كي يبسو العكس يسو العكس تادا هدو وحدو نسو كي يبسو أما تواني تفار كي يبسو أما تواني هذا يكو طالة واحد كي يبسو نسو لكن هدا دهب دهب كي يبين يسو وينو نقضى محي ميزان سلاك سيدا وجد لح شيء علماء دو اسكو دو وافق سين انه يا هي ربا مركا ربا الفضل قال تشوف الربا ذا كلنا ينا والاسكو وافق سي هذا مركا انه صاد ضوبنه فوق هذا بعد ايا شيخه شافعيه دو كلا الربا اليد والله بدا شيء الربا وقا انه مدب ودغمه والربا ينا لبد هبا يسلك بابا انه سسيسرنا لكن يسكو يبسنينا لكن ما متبعد بلورد جاي قبض العوض تأخير قبض العوضين واحدهما ما بنانا and يسكو صاد ودوب ولا بد أسمع يسكو صان غنيا ربا الفضل جا واحد إنه السبب تلو تحريمية وسدا للذريعة وإن ربا النصيئة أو ربا القروض إن أنا كجارسين بالله ممنوع مركز صاد ودوب له وهدم حلا نبلع هسته كما شقايسان كارو اما شقا ما غارانايو ديانو باندي غادينو ان باشا قورانين سيديبا حلو هليا شريعه الاسلام جو حي اوغشاي مالك يي جهدي ان لا اسكو دارو دبتنا وحا كسوبخا لودا ييشو كسوقات وحان ورشد بان سمينيا بانغي غانتغي دو بانغي اسلامي ورشد دانو شيغي وحا كشقينسي سوقانو هيي واكن يي وحيبان كو هشيناي
bankigu lacagtuu bixinaya oo wuxuu gelinayaa warshadda inaan helo. waxaanu ku heshiinaynaa waxa weeyaan markaa nidaam mudaaraba. mudaarabadu waa maxay? wixii ka soo baxa ee dheefa inaan wadaagno. waxaa laga yaabaa bankigana in isaanay uga faa'iido badan tahay. maalan wixii soo baxa 30% baad leedahay, ana 70% baan leeyahay, ama cagsiga 50-50 saan doonaan uga heshiino wixii ka soo baxa. oo hadday waxba soo bixi waayaanna dee ana juhdigaygi waan khasaarayaa, isna wixii khasaare gaadhay maalkaabuu khasaarayaa. yacni matalan warshadii baan dhisnay, waa shaqaynay, wixii khasaara yimi 10% khasaara baa soo galay, 10%ka ninka maalka qabaa qabaya, aniguna intaan ka shaqaynay mushahar layma ogola. mushaharkaygu waxa weeyaan wixii ka soo baxa unbaan wax ku leeyahay, aniguna xooggaygii iyo juhdigaygii ayaan khasaarayaa. idan labada qof ama way wada khasaarayaan ama way wada faa'idayaan, laakiin in la yidhaahdo miskiinkuna mar kasta khasaara ha qabo, taajirku ama ninkan maalqabeenkiina mar kasta faa'iido isagu ha qaato, sawaan adigu ama khasaar ama faa'iide, taa sharciguma ogola, taasee ribadiya. laakiin hadduu ogol yahay labadaba, marka waa mudaaraba, waxbaanu wada leenahay, waana suurtagal markaa sidatan inay uga faa'iido badato. waxaa kaloo sharcigu baneeyey beyci salamku waa in maalka la horeysiiyo shaygiina uu dib u dhaco. matalan lacag baan u baahnay beertaydii inaan falo, waxaan u baahnay lacag, lacagna ma haysto. imaa inuu mudaaraba ila galo dee aanu wada shaqaysano, amase inuu muqadam wax iga iibsado. oo waa maxay? wuxuu leeyahay lacagtaan ku sii siinaya, laakiin hadhow dee lacag soo celin maysid, waxaan kaa rabaa 40 quintal oo galeeya markaad galeydu kuusoo goodo. 40-kan isagu muxuu ku falayaa? wuxuu ku falayaa qiimahaad wax ka dhimaysa, ilan lacagta kusii amaahiyey si uu isagu hadhow isagu suuqiisa wuxuu doonaa ka siisto. matalan hadduu qiimo ahaan lahaa suuqa markaan joogo 40 in layga siisanayo, isagu lacag muqadamu 80 oo kaloo iga sii siisanaya. marka ana lacagtaan u baahnay, isna raashinka inuu hadhow ka baaci mushtaray si uu u baahan yahay, kaa waa la ogolyay, wax baanu kala iibsanay, lacag baan ka qaatay, sicir baanu ku heshiinay, isna hadhow waxaan siinayaa maxay raashinkii soo baxay baan siinaya. kaasina waa qaab kale. waxaa kaloo la ogol yahay beec mu'ajala oo thamanka la kordhiyo. mobaylka kan wuxuu suuqa ka joogaa $500, waxaan ku yidhi 500 ma haysto, aniga 600 oo deyna iga sii. okay, wuu iga sii, markana wax baanu kala iibsanay, laakiin qiimihii suuqa uu qiimo ka yara sarreeya ayuu igaga iibiyey, maadaama aan maxay deyn ahaan ku qaadanayo, iyana taasina waa bannaan tahay. waxaa kaloo bannaan oo shareecadu bannaysay alqard alxasan, dadka in afraad iyo mujtamac iyo xukuumadba in wax lama ahin karo. oo nebigu wuxuu ku tilmaamayaa dirhamka labada dirham ee deynta ahi dirham sadaqaa bay u dhigmaan. yacni inaad anoo baahan $1,000 i deymiso waxay u dhigantaa 500 oo siismaa xagga ajarka marka laga eego, waayo baahidaydiina waan qabsaday, adigana lacagtaadii waan kuu soo celinayaa. marka kan waxaad faa'iidaysaa waa ajar, ee ma faa'iidaysid maxay? iyo de xidhiidhka walaalnimo iyo bulshadan aad wuxuud qabatay baad faa'iidaysaa, laakiin hantidaadu waa tii uun. xalka kale shareecada islaamigii banaysay waxa weeyaan dee waa sadaqaadkii, waa deyntii, waa zakadii. matalan zakada, qofku hadduu faqri ku dhaco aanu waxba haysanin, waxaa la yidhi zaka la siinaya. hadduu deymoobo deynta uu iska bixin kari waayo, waalqaarimiin, zaka u bannaan in la siiyo. hadduu ibnu sabiil yahay oo jidku ku go'o, zaka u bannaan in la siiyo. lacag kaloo muslimiinta laga ururiyo badan baa jirta oo bankiga ku jirta, oo ah qofka muslimka haddii mushkiladani haysato in xalkeeda loo helo oo bulshadu ay xaggan xalka ka hesho. sidaa awgeed culammada muslimiintii waxay leeyihiin caqdi kasta, caqdigu waa contract, contract kasta uu gashid oo riba ah waa mafsuukh sidiisu u buray. qofka hantida lana waa in hantidiisi uun la siiyaa oo loo celiyaa, caqdiguna wuu bursan yahay. hadda hantidii celi mana jirto wixii uu ku saarto. nebigu calayhi salaatu wasalaam xajat alwidaac intuu istaagay buu yidhi riba aljaahiliya mawduuc, ribadii waqtigii jaahiliyada kala qaadateen oo dhammi waa waxba kama jiraan. wa awalu riba adacuhu ribana, ribada ugu horreysa aan duminaya waa taayadii buu leeyahy, waa adeerkii ribadiisii.
عباس بن عبد المطلب كو باع بشترين جري انه سيده بنقيه الربا قاطه فانه موضوع كله وحلاليه وح عباس العقل قال ما قنا وخي الربا ساريد وحبا كما جيران انت سونو سوخليه ابن ابو عباس وحي العقل ربا كو بخيي هذا لا قبل ابو وحبا كما جيران وحن بوليه ما هي لا فيه سي انت سونها لو سوخليه من باع بيعا أربى فيه غير مستحل للربا فعليه العقوبة الموجعة إن لم يعذر بجهل ويفسخ البيع ما كان قائما. ابن الرشد باو حليه نك يبيع وحقول بيعي إيه أن حلاشنين الربا ده يا ذات حلاشة تدوت قالوا بيس إيه أن حلاشنين عقوبة كل وين العقاب أبوليه هدي أن لوجو عذر دارين جاهل نمو بيع عاصنة وبرية محان ربا قلم محان سير ربا قلين في الشريعة لح شيء نبقوحو للربا قلان دهب دهب لقوي بيه يفضى فضى لقوي بيه دهب دهب لقوي بيه وهاء بها يا مقدار سلاك يعين كان هذا اللوك لقاط فضى فضى لقوي بيه أنا والمد دهب كيف فضى دو عهد يقا واحد شوقين هل كان يمكن دولار رضين يوحان لصبعين ايو دولار كان يوحان 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 عصب وضاد كالوحة دو لعقاها الدولة دو سبايسو الأصل وحي هيد بن آدم كو وحا وحكو كلا قدن شري دهب عادية لقال كلا بادي الدوني ده مركي لقى بحي أي الدولة دي حوقة بادنا يسو تقي شر قالين أي لي ينا نكردق إن الدولار كمرايكان كإنترناشان إلو وحا وحلوه كلا قطو بشرط إنو مرايكان كونا أقبله شان يصد وقيا دود هلك الدولار إنو نقضوه بنقى قطاله وقفكو هدو دولار صوحر أيو إنو هلا يمحي 35 أونس شان يصدم وقيادات دوني هلأيو مرايكا كانوا صحيحي ينوى أقبالين تيبا الله وضاي دوني دو دولار كي مركا ساوي حقوك اللي يبسيتي مدامر كي اللي تشوغي يدوري اللي حدن كي مرايسو أيوم بالله أركي مرايكا كي يودا قال لنا كتشرة هورو مرنا السماين يودا قاليسو سيبا بارحكي وحسكي ويدارتين بالليدي بالكي ما قار فالصابة صوت دو دوبتي دولار كي سوغة تشوغي وكبدا يعني داب كاتي ستي دي بالله شري وحيدي شانكا لكو درا أفرتن بالله قدقي إنه قويه بل وايا أفرت كانوا خاقدك نيبا ليدين واحد ما هسمينين واي سكوتي 1972 ما بام مدحوينه وضو هدو حيري دهب كي يبهل كي وان كلا يرفو تشنا وان كلا فو تشنا معنى يدوا محي وحلو بدلي وراقاي دولة دو سكا سميساتين ونوضة إنه هدين سكا سميسان اللي عكتين سومالي يطالي ألكان تهلا إنفليش كان مركي ودوين وكعينا سوماها دي دولة العقبة صوت عبا صوت عبا مركي في لكن كان دي انفليش كان دوني دوردن وحدد شوقة اللقبة مركا دولة مركا وانا اسكد عبا عدا دوني دونا وخسار تاو وكا حق بطن الى وكو صعطا سالة دوين تاو اما ها دولار كوين وندتك وحديري مركا انو صوت دو دوبنا دور الشيء وحل عنا بركة البر بالبر بن نبي قولي بركو اما ان وبالكن ليدا هذا قمحة ما حينو دانا سرين سرينك سرين لغوي بيو اما الشعير كالشعير لغوي بيو وهادو كلا وحو ايك اما التمرتة تمر لغوي بيو اما ملح لملح لغوي بيو كوا نبغو حويري ومثلا بمثل ان اسلاقون باليسكو يبن كرا سواء بسواء ان نسكو تشهانقو ان يدا بيد ومرك الله كالاقاتو هديسي اصنافتا سي اسخلاف سنتهي سيدا دونتان باو يبن كرتان هدي يدا بيد انت صادو دوب ذهب كيف في الضضة كو إن هل كالقوك لقاتم ويعني سكر اللي سقوم يبين كرو مر لبعض ذهب ذهب هدي لقوي يبين أيوه وينو ميزانك أيوه وحول بيسكر لك هذا ذهب يف في الضة هدي اللي سقوم يبين أيوه والله بنوع وكلا بدن كران لكن وين هذا لك لقاته بر يبر هدات سقوم يبين سو وين يسكو ميزانا نقدان هدنا لك لقاته شعير يا شعير يسكو ميزان هدنا لك لقاته هدي لبعض طرف اللي سقوم يبين أيوه ذهب يا عنده هدي اللي سكوي منه يو مركا وانا كلا بدن كران دبنا وكلا دع كران والتجارة عادي جاي إنه تجارة إنه أدمرنا بريسي بس أدمرنا هلولي بس العكتة بحنش شو ما هذا أنا ولا كلا قادم كران وانا اللي كلا دين سكره وقت دم لكن كوا كاني ما أقبلان المماثلة والتقابض والحلول بشرطية إنه يسلاجي هذا لك كلا قاطي وقت جن هذا اللي تشوفه وقت جي وحن رجيني يا إنه سكرنا ما هذاي استثناءات يربي علماء الشيغان وحبا استثناءات كهذا وصي بحمينه وحنكو سودو دو بينه ربادو ديمه سمد كيمي وقوم ممنوع
يهود كريستان يا سلام نمبا قال يا هندا يا فلسفتنا وحي تلماميان اني تهي ديق ميرشو كل شدا قيب كم دا يربطين اي دتك ديق ميرته وان منفع كجيرين الى هنا و القران خينا او تلماميا ورهوي ربك عون يا يك قادن يا وحي نو دمو اسكو درو هدات ربد الدين ويدان دقال الله يا رسولك سو سو ديار غروبا شرعيغا قرانك كوما سو ارورين وخ كلو للي يا الهي با كولا دغالميا وانا هين محي aan riba ahayn waxa la yidhi zinada oo aad waliba hooyada ka zinaysata way ka dambi weyntay waxa la tilmaamay lix iyo soddon zino aad gashay inay ka weyntay waxa la tilmaamay toddobada lagu halaagsamay inay ka mid tahay waxaa la sheegayaa oo dhammi qur-aan iyo xadiidba inay mamnuuc tahay dhaqaal ahaanna inaanay bannaanayn dadku markay dhulkan yimaadeen way fudaydsadeen maadaama la arkay wax walba oo riba iskaga socda oo mar haddii aad shaqo heshana dee bangiyadu ay aaminayaan inay waxoogaa ku siisiiyaan ama riba dadku iska fudaydsaday kaanama aanay dembi ahayn war wada gaal ha qaadina war iyaga laftoodaa og in laysi dhiigmiiranayo any professor bal economicska u tago weydii iyaga laftoodaa og in laysi dhiigmiiranayo marka aniguna inta la adoonsadaa baan ku biiraya waay inta badan ay isu dilaan markay shaqo waayaan waayo jaamacaddii ribu ku soo dhigtay guri ribaana wuu qaatay gaadhi ribaana wuu qaatay shaqada hadduu waayo deyntiiba waa laga xaraashayaa marka waynu isdilaa wuxuu noolaada garan maayo ribadu ma ka dhammaanaysaa maya interestku siduu u socdo benshankaad ku galaysaa sidaad lagugu wada lagu dhiigmeeranayo intaad bixisay boqolaabkeedna waad bixinaysaa welina sidii baa lagu leeyahay qofkaan riba bixini waa xor alxuriya alkaamila markaasaad haysataa maanta aad shaqo hesho waad shaqaysan haddaad shaqo weydo waad iska dayn ciidana wax kaa xaraashi mayso ciidana wax kuguma leh haddaad doonto waad iska dhoofi haddaad doonto waad iskaga tegi waxaagee adigaa leh warribadu adduunkana waa dullinimo ku noolow dhaqaal ahaanna waa burbur aakhirana waa ciqaab dunida lafteedana ilaahay wuxuu ku yidhi yamxaqu llahu riba waa baraka tiraya aad ku gubanuun ribaad guri ku qaadan adoo moodaya inaad waxba isla caruurtii baan wadi kari weyn caruurtun baa lagugu itixaamay caruurtii iyo islaantiiyaad unba madaxa isla geliyo britain baydan kala yaaci doontaa waayo ilaahay baa dagaal kula jirtaa ilaahay si uu kuula dagaalamo garan waayi maayo waayana maayo idan aad u hadlahayd caruurtii iyo islaantaan u danaynaya oo guriga u qaaday ribada caruurtii iyo islaantun iyagaaba ku eriyi doona marka lagugu itixaamo idan war ribaha isku gelina haddaad rabtaan ilaahay inay heshiis la ahaataan oo cibaadada la idinka aqbalo oo adduunkiina aydan khasaarin aakhiradiinana aydan khasaarin ribaha gelina wa sala allahuma cala muxamedi wa cala alihi wa saxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin.